أهلا إخوان، لا أخوات، أخوات على شندوي اليوم. جيت مشعلل دابا أنايا بالساتيسفاكشنز، الحقائق العلمية والنفسية على النساء. واخا انطوائي ولكن راه عندي المعرفة أنايا، ماشي معرفة متواضعة على النساء. والبنات كما قلتها أنايا وفات لي قلتها، راه البنات هما أحسن مخلوقات كاينة في هاد الحياة هادي. تحية الإناث اللي كاينين كلهم في الكون، ولا غير الكرة الأرضية، راه ماشي الكون، الكون فيه كواكب اللي كاينين في الكرة الأرضية. كاين قدو يكونوا زعما رواد الفضاء، بنات، البنات راه عالم. ماشي هذا هو موضوعنا. anyway، اليوم نعطيكم ساتيسفاكشنز على البنات، وداك الشيء علمي طبيعة الحال ومعتمد على قراءات. البنات عندهم القدرة في تحمل الألم المادي أكثر من الرجال. خذ تجربة مثلا، جرب يركلك شي واحد بكرة وجيبها لك في الخصيتين وشوف داك الألم كيفاش داير. ايوا داك الألم ضرب والديه في واحد 100 مرة، ولا هذيك هي الولادة مثلا اللي كتكون عند البنت واحد القدرة ديال التحمل عجيبة وغريبة، يعني عظيمة ديك القدرة ديال التحمل. دونك ساتيسفاكشن يعني علميا البنات اكثر من الرجال في القدره على التحمل، ماشي غير هذه زعما هي السبب، راها احصائيات وبزاف ديال العوامل والمعايير دخلوا في هذا الشيء. هذا البنات ما كيحتفظوش بالاسرار. انا راه كنعطي دابا حقائق علميه، ماشي زعما الايجابيات والسلبيات، حيت الايجابي والسلبي موجود في اي مخلوق. البنات ما كيحتفظوش بالاسرار. الا سولتيني انا مثلا على شكون هو اكثر واحد نخلي عنده السر، اخر حاجه نفكر فيها هي البنت. علاش؟ حيت هذا الشيء علميا معدل الاحتفاظ بالسر عند البنت هو 47 ساعه. 47 ساعة صافي البنت كيزهق من هذاك السر، تقدر بلا ما تعيق هي يزهق منها، حيت علميا هكاك هي مصوبة، هكاك دايرة، يعني طبيعة في البنات. كاينين استثناءات، إلا كانت نيت سمعت هاد الهضرة مثلا وبغات تدير ضدها، ما أنا كندوي على اللي ما سمعش هاد الهضرة في البنات. دايرة ساتيسفاكشن، فهمتي؟ ملي كتسمع شي حاجة تقد تحداها. 30% من الناس اللي كيتوهموا كيتشهوا شي حوايج، شي مواد غير غذائيه، شي حاجه مهم، ريحه ديال الصباغه، ريحه ديال الطفار، ريحه ديال السراج، ما عارف شي لون الفختي ولا ما نعرف، كيتشهوا شي حاجه اللي ما كتاكلش. دونك الا انا زعما هذيك ساتيسفاكشن، تقدر تجاوب هذاك اللي تيتعجب من اللي يشوف مراته توحمت على شي حاجه انكرويابل كاع ما كتقال. الا سولتك شي بنت شي سؤال، احتمال كبير هي عارفه الاجابه. دونك غير قول الحقيقه، غير قول الحقيقه، راه عارفه الاجابه. الا كنتي مهتم بطبيعه الحال بديك البنت، الا كنتي مهتم قول الحقيقه، حيت راه إلا كذبتي هي راه ديجا عارفة الحقيقة. داكشي على سولاتك، بغات تجربك. دونك إلا سولاتك راه احتمال كبير عارفة الإجابة قبل ما تسولك. البنت اللي كتكون مهتمة بشي واحد كتميل أنها تدابز معاه، أنها تنوض الجدال معاه. إلا ما دارتش هكا راه ما مهتماش مع أي مخلوق، بنت، ولد، مهم، راه ما مهتماش. إلا كانت مهتمة راه كتميل أنها تدابز معاه وتكمل في الجدال. البنات كيعجبوهم الرجال اللي كينتبهوا للتفاصيل بلا ما يذكروها، فهمتيني؟ الرجال اللي الذكور
الدراري اللي تينتبهوا للتفاصيل الصغيرة بلا ما يذكروها، بلا ما يقولوها. زعما بحالي كيفاش نشرحها مثلا في شي كادو، مثلا انت عرفتي تيعجبها اللون الخنوني ولا اللون الفختي ولا داك اللي تحت من الفختي بستة، حسب ستة اللي تحت من الفختي اللي تحت من الحمامي. عرفت علاش تفكرت من دار لدار. المهم دوك التفاصيل اللي هي كتنطق بهم بلا ما تسولها انت، وكتبقى انت عاقل عليهم، ومثلا تجسدهم في شي حاجه، شي طابلو، شي كادو، شي حاجه، شي لبسه، شي لعيبه. هاد اللعيبه تعجبوا البنت. اوكي، كساتيسفاكشن، نتندوي على الساتيسفاكشن. القاعده هي تعجبوها التفاصيل، دوك الرجال اللي تينتبهوا للتفاصيل بلا ما يذكروها. البنات كيقدروا يتفكروا الوجوه اكثر من الاولاد. انا مثلا واحد المخلوق اللي ما كيتفكرش الوجوه، نقدر نشوف لك وجهك اليوم وغدا والله ما نتفكر لك داك الوجه. وماشي زعما متعمد، ماشي متعمد انا انني ما نتفكرش الوجه ديالك. انا من عند هكا مصاوب، هكا ما نقدش نتفكر الوجه ديالك. ولكن البنات عندهم القدرة انهم يتفكروا الوجوه بالزربة، يعني غير تشوف تتفكر تبقى الوجه لاصق. I don't know منين جات، ولكن satisfaction. البنت ما غتحملكش تمدح شي بنت اخرى. البنت ما كتحملش شي واحد يمدح شي بنت قدامها، كيما كانت هذيك الانثى، كيما شتي تكون الوالده ديالك، ما غتبغيكش تزيد لها القيمه اكثر من هذيك البنت. فهمتي؟ كاين اللي غيحسبها. انا تندوي ماشي تندوي على الحبيبه امي، ولا راه تنعطيك الساتيسفاكشنز، يعني تندوي علميا نفسيا هكا تركيبه. شي انا داير كونسيبت حساس، اللي حساس يشدك الاحساس ويكبو في شي جهه اخرى. خليونا صاحبي نهضروا الساتيسفاكشن. كاينه حاجه اخرى، ان المراه كتشم ريحه الخطر بالزربه، بسهوله تشم ريحه الخطر. اعتمد عليها واعتمد على الغريزه ديالها في هذا البلان، حيت مع الغرباء الا كنتي غتدخل مثلا في شي شراكه ولا شي حاجه، هي كتشوف وكتحلل بالزربه الخطر من الغرباء. وانت اختي اعتمدي على الغريزه ديالك في هذا الشيء، راه تقول لك داكشي صحيح. يعني ملي كتشوفي الخطر بالزربه كتحللي، راه هكاك دايره انتيا. وهذه جايه بحال من البنت تتاخذ واحد السكان، تتسكاني الامور بالزربه. البنات كيتواصلوا بالايماءات اكثر من الهضره. مثلا الا كنتي غتقول باي باي، الا قلتيها بيدك يعني شيرتي بديك باي باي، داك الايماء تيكون اكثر من الا قلتي تهلا في راسك، تهلا في روحك، تنطلقها. وهذه يعني انا تندوي لك على صوالح اللي داخلين في لغه الجسد. لغه الجسد تدخل بالجد، تتخترق كيفاش تسمو الحصون ديال المراه، لان هي لغه الجسد كتسكانيها من عند الله، ماشي تتمشي تتعلم كيفاش لغه الجسد دايره. هكاك هي تتحس بداك الجسد اش تيقول. البنات كيحكموا بالزربه، يعني كيعطيو الحكم بالزربه. غالبا كيكون الحكم غلط، غالبا ماشي زعما حتميه، غالبا تيكون داك الحكم غلط حيت تيجي بالزربه، تتحكم بالزربه غير ثواني تتحكم. كاينه واحد اللعيبه عندك ملي تسولك البنت وتحبس تفكر، حيت ملي تحبس تفكر هي غادي تحكم باللي راك بديتي تكون واحد الكذبه. وغالبا انت ماشي تتفكر، انت تتفكر غير بغيتي تلقى الجواب مثلا، ولا نسيتي، ولا حمق، ولا المهم. البنت كتحكم بالزربه، هذه اللي بغيت نوصل بها.
اكثر حاجه كيبغيوها البنات فوق كل شيء في الدنيا، فوق كل شيء في الدنيا، ماشي تندوي زعما على راه كاين شي حوايج كيبغيوهم الاولاد والبنات حيت في الغريزه ديالهم، بحال الفلوس، بحال الاستمتاع بالحياه، بحال I don't know يعني اي حاجه، اي حاجه طيح لك على البال غريزيه، راه كيما كتعجب البنات راه كتعجب الاولاد، وكيما كتعجب الاولاد راه كتعجب البنات. دونك بعد على هادشي، انا راه ندوي لك في حاجه اخرى. اكثر حاجه كتبغيها البنت ولا كيبغيوها البنات فوق كل شيء في الدنيا هي بوسه في الحناك. نسيت نضحك دابا. المهم بوسه في الحناك هي اكثر حاجه كتبغيها البنت فوق كل شيء في الدنيا، كغنيه، كفقيره، كمتوسطه، تحت خط الفقر، واخا ما تنحملش ندير هذا المعيار وهذا الشيء، مي غير باش توصل وصافي، غير باش نوصلها. اكثر حاجه كيبغيوها البنات فوق كل شيء في الدنيا هي بوسه في الحناك وبلا معايير. ما عمرك تدخل المعايير في هذا الشيء حيت المعايير ما عندهم فاش يفيدوا. البنت واخا تكون في اي سيتياسيون من عندي كاوبيوم، راه البنت راه مخلوق زوين، راه مخلوق رائع. تندوي وتنعرف اش تنقول، واخا تكون غلطه راه زوينه. باش نقولها لك كيفاش وعلاش ما سوقكش في كيفاش وعلاش، داكشي ندوي عليه في موضوع اخر. انا جاي اليوم مشعلل بالساتيسفاكشنز على البنات. هذا الرأي ديالي أنا كلين، البنات هما أحسن مخلوقات في الكرة الأرضية. That's it. البنات أكثر التزام بالقرار من الرجال. أوكي، يعني البنت إلا خدت قرار عندك يسحب لك تبقى تلعب قاش راه تتاخد قرار، وخد ما كاينش اللي غيزحزحها باش تبدل الرأي ديالها في ذاك القرار، غتبقى خدامة وملتزمة بذاك القرار. هذه طبيعة فيهم، شي بس زايدين علينا بالجهد، هما تيتحكموا في الغريزة بواحد طريقة انكرويابل. أكثر التزام بالقرار من الرجال، هذه الحقيقة العلمية خديتها من خبراء وعلماء، وخديتها تمن عند الشوفة اللي تنشوف أنا المجتمع، تنشوف الرأي ديالي، يعني الرأي الشخصي ديالي. فوالا، كانت هذه شوية ديال الحقائق العلمية على النساء. إلا بغيتوا البارت الجزء الثاني من هذه الحقائق على النساء، حيت راه جايين حقائق اخرين في مجالات اخرين، مي إلا بغيتوا البارت جوج على النساء ديروا لايك. إلا لقيت اللايكات بزاف غادي ندير الجزء الثاني. فوالا، هادشي اللي كاين، وما تنساوش تابونا. هادشي ان شاء الله.